أنا وميمي جينا على البحر، شوفوا السماء كلها أمنيات للناس، وراح ناخذ واحدة مثلها، هذه هي، وكل واحد يكتب أمنيته ويعلقها ويطيرها بالسماء. مرة حبيت الفكرة. لسه بدري بس متحمسين. شو ميمي؟ أنا على بالي أكل الناس تخلص سنة 2018. أوكي ننتظر بس التعليمات عشان نطيرهم. هذه ميمي حطت لك أمنيتها. وأنا جالسة أنتظر أمنيتي تستوي، لما تنضج حاطلقها. وهناك أمنية مهيرة طلعت السماء. وباقي أمنيتي، عندي لستة أماني مو راضية تخلص. يلا يلا يلا. طارت الامنيه. شوفي مو راضي تغادر، مو راضي تغادر. غادرينا بسلام. باي. شوف السما تحفه. طبعا يا جماعه بالتصوير ما يبين كل شيء، بس بالحقيقه الناس كلهم على البحر. شوفينا الكابوز اللي على اليمين، كل الناس تسجل امنياتها وتطلق هالشمعه. يا رب ان شاء الله تتحقق كلها مجتمعها على أمنية. هذول الكابلز قرروا انهم تكون أمنيتهم على شكل قلب وأحمر بعد. أنا وأنتي حنستقبل السنة الجديدة من غير أحذية. أهم شيء. شمس 2017 وننتظر شمس إن شاء الله 2018 تكون مشرقة أكثر بالحب والتسامح والسلام على الجميع يا رب من غير أي استثناء. ما شاء الله الجو اليوم يجنن. البارح كان في أمطار واليوم شمس.